أنا المواطن إبراهيم عبد الحليم من قرية نوى المدرج ضمن سكن كريم حياة كريمة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بالفعل تم الهدم والبناء لمنزلي حسب تعليمات السيد الدكتور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتم الهدم والبناء وتنفيذ جميع الأعمال المتبقي حوالي حاجات بسيطة كده، وإن شاء الله إحنا في انتظار الاستلام من الجهات المعنية، وهم ماشيين على يعني حاجات معينة كده، وإن شاء الله هيكون في ميعاد ويجي يعني انتهاء من الاستلام إن شاء الله. بنشكر السيد رئيس الجمهورية على مشروعات حياة كريمة من صرف ومياه وجميع خدمات القرية ومركز شبين القناطر جميعا. شكرا سيادة الرئيس.